اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إذا حالت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك حتى يخفف اشتياقنا إليك من برحاء الموت وآلامه علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ما قضيت لنا من أمرين فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أعنا على ما قد أقمتنا فيه بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم طهر بلدنا المبارك هذا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أعد فرحة الأمن والطمأنينة ورغد العيش، تدخلها إلى قلوب عبادك الذين أقمتهم فوق هذه الأرض المباركة بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فأنت أهل لذلك، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح يا ذا الجلال والإكرام. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نتوسل إليك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بالأبدال الذين أخبرنا رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لا يزالون موجودين في الشام، نسألك بذلك كله أن تستجيب ساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. أعطي يا ربي يا ربي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.